بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ولاء عوض، هاي سكور سنتر. اتعودتوا علينا كهاي سكور سنتر لتدريس البورد الامريكي فارماكو ثيرابي. ان شاء الله احنا هنكون معاكم النهارده بلوج جديد، هاي سكور سنتر لتدريس بورد كريتيكال كير. ان شاء الله هنبدا قريبا لتدريس البورد. نعرف الاول مع بعض الكونتنتس بتاعتنا او الكريكولم بتاعنا بيتكون من ايه. الكريكولم بتاعنا بيتكون من ثيرابيوتكس كريكولم ونان ثيرابيوتكس. البورد كله عباره عن 20 شابتر. اول شابتر معانا في الثيرابيوتكس فلويدز الكترولايتس اسيد بيز ديس اوردر نيوتريشن سبورت، وده الى حد ما متشابه كتير من الشابتر اللي معانا في بورد الفارماكوثيرابي، فلويد الكترولايت ونيوتريشن وجزء الاسيد بيز اللي موجود معانا في الشابتر بتاع الكريتيكال كير في بورد الفارماكوثيرابي. معانا كمان شابتر تاني سبورتيف اند بريفنتيف ميديسن، وده بيتكلم عن البريفنشن للبي تي اي في البيشنت اللي عندي في الاي سي يو، وبريفنشن للستريس ألسر واوبتمايزيشن للنيوتريشن بتاعته. معانا كمان شابتر شوك سندروم، وده بيتكلم بالتوسع على السيبتك شوك. معانا كمان شابترين في الكارديو، كارديو باسكولار كريتيكال كير واكيوت كاردياك كير. معانا شابترين انفكشوس ديزيزز، في جزء منهم بيتكلم عن اتش اي في، في جزء منهم بيتكلم ازاي تقرا الكالشر اللي موجوده عندك وتعرف انواع التستات اللي ممكن تعملها قبل الكالشر علشان تجيب نتيجه، تعرف المايكرو اورجانيزم اللي عندك قبل ما الكالشر تظهر. في كمان معانا شابتر بين اجيتيشن ديليريوم اند نيورو ماسكولار بلوك ان ذا اي سي يو كير. معانا كمان نيورو كريتيكال كير، معانا بالمونري ديس اوردر، معانا توكسيكولوجي، معانا هيباتيك فيلير، جي اي اندوكراين انرجنسي، معانا برينسيبلز اوف استيميتنج رينال كليرانس، اكيوت كيدني انجري اند رينال ريبليسمنت ان كريتيكالي ايل بيشنت. واخر شابتر معانا في الثيرابيوتكس فارماكو كاينيتيك اند فارماكو دايناميك. وبكده خلصنا 14 شابتر ثيرابيوتيك. معانا 6 شباتر تبع النان ثيرابيوتيك، في كريتيكال كير فارماسي باست اند بريزنت، وده شابتر بسيط 3 4 ورقات بيتكلم على الهيستوري الكريتيكال كير فارماسي. معانا براكتس ستاندرد تريننج اند بروفيشنال ديفلوبمنت، معانا شابترين مدمجين في بعض في شابتر واحد في بورد الكريتيكال، اللي هم عندنا البايو ستاتستيك اند ليتريتشر ايفالويشن، اللي هم بيعادلوا في منهج الفارماكوثيرابي البايو ستاتستيك اند ستادي ديزاين، محطوطين الاثنين في شابتر واحد في بورد الكريتيكال كير والى حد ما الكونتنتس واحده. معانا براكتس ادمنستريشن اند ميديكيشن سيفتي، معانا براكتس ادمنستريشن اند كواليتي اشورنس، واخر شابتر في جزء النان ثيرابيوتكس هو البوليسي براكتس اند ريجولاتوري ايشوز، وده زي الشابتر اللي معانا في منهج الفارماكوبورد الفارماكوثيرابي. بكده خلصنا 20 شابتر تبع الكريتيكال كير فارماسي. باذن الله هيكون معانا دكتور احمد هيدينا 2 شابتر في جزء الثيرابيوتكس، هيدينا شابتر ال acute cardiac care وشابتر ال toxicology، وهيكون معانا 2 من الدكاترة التانيين، كل واحد فيهم هيدي شابترين، وانا هكون معاكم باذن الله في ال 14 شابتر التانيين. النهارده ان شاء الله هنسمع ديمو بسيط مع دكتور احمد في الشابتر بتاع ال acute cardiac care، وان شاء الله هينزل ديمو قريبا ليا وديمو قريبا للدكاترة المشاركين معانا في تدريس ال critical care. بإذن الله ينول إعجابكم، وزي ما كنا هاي سكور سنتر في تدريس الفارماكوثيرابي إن شاء الله نكون هاي سكور سنتر في تدريس الكريتيكال كير. وأسيبكم تستمتعوا مع دكتور أحمد في جزء الأكيوت كاردياك كير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في هاي سكور سنتر. إن شاء الله أنا هكون مع حضراتكم في ديمو بسيط، هناخد جزء من شابتر الأكيوت كاردياك كير تحديدا Advanced Cardiac Life Support. هيبقى فيه جزء صغير منه إن شاء الله ديمو. أولا أحب أعرفكم بنفسي، أنا الدكتور أحمد الشاطوري، أنا Lecturer K University MD Clinical Toxicology American Heart Association Basic Life Support and Advanced Cardiac Life Support Provider. إن شاء الله الجزء اللي أنا هشرحه هيكون في الشابتر رقم 5 Acute Cardiac Care. هنبتدي بالـ Advanced Cardiac Life Support. طبعا مش هنشرحه كله، هناخد جزء بسيط منه كديمو. في الأول خالص عايزين نعرف يعني إيه Chain of Survival. زي ما حضراتكم شايفين كده عندي 4 Circles. الـ Chain of Survival أول Circle فيهم حاجة اسمها Immediate Recognition of Sudden Cardiac Arrest and Activation of an Emergency Response System. اي واحد جاي لي
ان كاردياك ارست، لازم اتعرف ان هو ان كاردياك ارست، لان هيترتب على كده الديسيجن بتاعي ان انا قلت ان هو ان كاردياك ارست ان انا هعمل مجموعه من الستبس، فبالتالي لازم يكون عندي الريكوجنيشن للسادن كاردياك ارست. بعد ما بتعرف ان الشخص ده حصل له كاردياك ارست، ببدا على طول مباشره اعمل اكتيفيشن للامرجنسي ريسبونس سيستم. الاكتيفيشن للامرجنسي ريسبونس سيستم فايدته ايه؟ ان انا لوحدي مش هقدر اقوم بكل المهام، كل التاسكس في عمليه الادفانسد كاردياك لايف سبورت. تاني سيركل، early CPR that emphasizes chest compressions. يبقى تاني خطوة ان انا هعمل CPR. CPR مكون من ثلاث خطوات، اهمها هي chest compressions. طبعا انا هاجي بالتفصيل اتكلم على النقاط ديت بعد كده. تالت حاجة هي rapid defibrillation. يقول لك ايه rapid defibrillation if indicated. يعني ايه if indicated؟ يعني مش كل patient حصل له كاردياك ارست يصلح ان يتعمل له ديفايبريليشن. ديفايبريليشن اللي هو جهاز الصدمات الكهربائي اللي احنا بنسميه الدي سي شوك، في رزم معين بناء عليه ادي دي سي شوك، ورزم تاني ما ينفعش ادي دي سي شوك. ولو بصينا للتشين اوف سرفايفل، اول ثلاثه منهم دول اللي يصلحهم للبيزك لايف سبورت. لو ضفنا عليهم رقم السيركل رقم 4، يبقى انا كده بتكلم على الادفانسد كاردياك لايف سبورت. طبعا الادفانسد كاردياك لايف سبورت 1 2 3 ثم 4. لو انا 1 2 3 بس، يبقى بيزك لايف سبورت. طيب بالنسبه للافكتيف ادفانسد كاردياك لايف سبورت، ده بيتكون من ثلاث نقاط اساسيه: Airway Management and Ventilation Support، ازاي نتعامل مع الـ Airway وازاي نعمل Proper Ventilation، نعالج الـ Bradyarrhythmia والـ Tachyarrhythmia والـ Integrated Post Cardiac Arrest Care. يعني بعد ما الـ Patient بتاعي اللي هو In Cardiac Arrest ترجع له Circulation تاني، في Care معين بيتعمل، مش مجرد ان انا خلاص هو رجع وخلاص Not In Cardiac Arrest اخد بعضي واروح. ده في ستيبس معينه وفي بروتوكولز معينه بتتعمل عشان امنع الري اريست تاني وعشان امبروف النيولوجيكال ريكفري. يبقى في الادفانسد كاردياك لايف سبورت، اول حاجه اتكلمت فيها هي التشين اوف سرفايفل، اول حاجه ايميديت ريكوجنيشن اوف سادن كاردياك اريست اند اكتيفيشن اوف الامرجنسي ريسبونس سيستم، ايرلي CPR, rapid defibrillation, وإفكتيف advanced cardiac life support. إن شاء الله النهاردة الديمو بتاعنا هيتكلم على الـ PLS اللي هو الـ basic life support chain of survival، اللي احنا اتفقنا ان هم هيبقوا اول ثلاثة circles. هنعيدهم تاني لان ده طبعا كلام مهم. أول حاجة زي ما اتفقنا immediate recognition of sudden cardiac arrest and activation of the emergency response system. تاني واحدة begin CPR. طبعا كلمة CPR أول ما بنقولها بيجي في دماغنا على طول حاجة واحدة بس، هي chest compression. لكن CPR ده عبارة عن CAB compressions airway breathing. كان في الأول لها ترتيبة تانية في 2005 كانت A B C، في 2010 غيروها بقت C A P. ده يدينا كلو ان اهم حاجه هي الشيست كومبريشنز. وهتلاحظوا طول ما احنا ماشيين في الديمو بتاعنا بنقول اهميه الشيست كومبريشن حاجه لا يمكن الاستغناء عنها. ثالث سيركت اللي هي الرابيد دي فايبرينيشن. عندي نوعين من الدي سي شوكس او الدي فايبرليتوس. النوع ده اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو الاوتوميتد، دي بنسميها البادلز. والاوتوميتد ده مجرد ان انا عندي جهاز بحطه على البيشنت على التشيست، هنعرف طبعا البوزيشن بتاع البادلز او البادز ازاي. هو بيشتغل ويعمل كل حاجه لوحده،
يشوف الريزم ويانلايز الريزم ويدي الشوك او ما يديش الشوك. عندنا الجهاز التاني ده اللي هو المانيوال، ده اللي انا بستعمله بنفسي. طبعا البيشنت بيبقى متوصل بيه ويبقى فيه عندي ريزم، وانا اقرر بقى هدي شوك ولا ما اديش شوك، هل الريزم اللي عندي ده يستدعي شوك ولا لا يستدعي شوك. طبعا والرسمه دي هي بتوضح لنا ازاي احنا بنعمل تشيست كومبريشن. خلاص، طبعا عشان احنا ما نتوهش لان الكلام والديتيلز كتيره، فانا عملت الرسمه الصغيره دي، هنحط عليها اسهم بتقول لنا احنا في انهي مرحله، لان احنا المفروض الوقت ان كل سيركل من دول هناخدها بالتفصيل كده ونبدا نتكلم عليها ونفهم هي ايه والهدف منها ايه وهنستفيد منها بايه. لسه انا يا جماعه في البي ال اس شين اوف سرفايفل، هناخد اول نقطه، شايفين حضراتكم احنا هنا دلوقتي في اول سيركل اللي هي ايه؟ immediate recognition of sudden cardiac arrest and activation of an emergency response system. دي فيها نقطتين، اتعرف على ان الشخص اللي عندي ده حصل له arrest، والنقطه الثانيه لما اتعرف ان حصل له arrest اروح اعمل activation لل emergency response system. يعني اقول for help، يعني اكلم بقيه التيم اذا كنت انا في مستشفى يجوا عشان يساعدوني، لان انا لوحدي مش هقدر امانج حاله كاردياك اريست. تمام، فنيجي نقول الاميديت ريكوجنيشن اوف سادن كاردياك اريست، بتعرف عليها ازاي؟ البيشنت بتاعي يكون ان ريسبونسيف. طب انا بعرف ازاي ان هو ان ريسبونسيف؟ يقول لك تاب على الشولدر وشاوت، حط ايدك على كتافه كده وهزه، يا عم محمد يا عم محمد، الراجل مش بيرد. في حاجه ثانيه مهمه برضو جدا، البريذنج، لا اما مش موجود خالص لا اما جاسبنج، لا اما مش موجود خالص لا اما جاسبنج. طب انا كان زمان بيستعملوا حاجه اسمها لوك ليسن اند فيل في 2005، كان يقول لك بص على التشيست كده بيتحرك ولا لا، وليسن حط ودنك كده عند الفم والانف، هل سامع في صوت نفس داخل وخارج، وفيل حس النفس هو خارج والنفس وهو داخل. الكلام ده اتغير خلاص، دلوقتي قال لك كفايه بس لوك، مفيش وقت، مش عايز ضيع وقت في ليسن اند فيل. خلاص؟ طيب، في نقطة تانية مهمة جدا، هي إن الانفايرومنت أو السين لازم يكون سيف. يعني مثلا سيف بالنسبة لمين حضرتك؟ مش بالنسبة للبيشنت أو للي هو ان كارديك أريست، لا بالنسبة لحضرتك أنت. ما ينفعش تعمل سي بي آر مثلا انت خلاص اتاكدت ان في عندك واحد وهو actually in cardiac arrest, unresponsive, the breathing absent or gasping، وبعدين تبتدي تعمل معاه سي بي ار وهو اساسا موجود والمبنى هيقع فوقكم انتوا الاثنين. لا، في الحاله زي كده ده انسيف، المكان ده انسيف، يبقى حضرتك لو انت بدات معاه سي بي ار يبقى انت هو هيموت وحضرتك هتموت معاه، فلازم نتاكد ان الموضوع او المكان سيف. ما ينفعش حضرتك تعمل لي سي بي ار في شارع وفي جمال عماله تجري، هتدوسك الجمال وهتدوس البيشنت ان كارديك اريست وانتوا الاثنين هتروحوا، فلازم نتاكد ان الانفايرمنت او السين سيف. اتذكر احد القصص، اول ما يعني ما تخرجنا وبدانا نشتغل كناش عارفين حاجه طبعا في الاول، فروحنا مستشفى صغيره كده انا واحد زميل ليا، طبعا التمريض اللي هناك حكى لي القصه دي. طبعا زميلي ده كان في احد الليالي واخد شيفت، هي كانت مستشفى جراحيه ما كانتش لها علاقه بالطوارئ، بس في دخل عليهم ناس والحق يا دكتور الحق يا دكتور في ايه في ايه، ده في واحد ارست. طبعا زميلي ده لا يعرف يعمل سي بي ار، كنا لسه بقى يعني في الامتياز تقريبا مخلصين حاجه كده يعني. طب نعمل ايه نعمل ايه؟ قال لهم طب يلا روح بيه على المستشفى، هو اصلا شغال في المستشفى. فراح هو كان بادي بيلدر كده، راح جاي شايله موقف تاكسي وحطه في التاكسي من ورا وبدا يعمل سي بي ار. طبعا والسي بي ار طبعا انت عارفين بقى المطبات، طبعا دي انفايرمنت ان سيف، يعني ما ينفعش. فهو هنا كده لما اخد البيشنت في التاكسي وبيعمل له سي بي ار، ده شيء غير علمي اطلاقا والانفايرمنت ما هي سيف اطلاقا. عايز اقول نقطه ثانيه بالنسبه لكلمه جاسبنج او ان البريدنج ابسنت وان البيشنت ان ريسبونسيف، هو ليه انا مهم ان انا اتعرف ان البيشنت بتاعي
حصل له سادن كارديك ارست، لان زي ما قلت لحضراتكم هيترتب على كده خطوات مستقبليه اللي هي اكتيفيشن للامرجنسي ريسبونس سيستم، تبتدي سي بي ار، تبدا تجهز الديفايبريليتور، فلازم اكون بروفيشنال في ان انا اتعرف. اتذكر احد الدكاتره الهنود كانوا شغالين معانا، كانت زوجته اخذت كورس، فجاء هو يضحكنا، فهو طبعا كان بيسنور دي يعني بيشخر يعني وما اكثر، فالجاسبنج شكله كده بيعمل زي السنورنج، وكانت مراته لسه اخذ الكورس بتاع السي بي ار ادفانس كارديك لايف سبورت، فهو بدا ايه يسنور بدا يشخر. هي طبعا قالت لك ده في كارديك ارست، فراحت بالليل طيب وقعدت تعمل له سي بي ار. طبعا الكلام ده ما ينفعش، لازم تكون بروفيشنال انك ديتكت البيشنت بتاعك ده ان اكشوال كارديك ارست ولا لا، يعني هل هو نايم ولا هو فعلا ان ريسبونسيف، هل البريدنج ده جاسبنج ولا سنورنج، لان هيترتب عليه حاجات وخطوات مهمه بتيجي بعد كده. بالنسبه للاكتيفيت الامرجنسي ريسبونس سيستم، انت بتاكتيفيت الامرجنسي ريسبونس سيستم على حسب المكان اللي انت فيه، يعني لو حضراتكم في الشارع، طبعا الكلام ده اللي عامله الامريكان فبناء عليه هم بيقولوا من وجهه نظرهم، في عندهم ارقام بيتصلوا عليها يجيبوا الاسعاف، الكلام ده اللي اشتغل منكم في مستشفيات سواء في الطوارئ او سواء في الاي سي يو او حتى في الوورد، بيعرف ان لما بتحصل حاله كاردياك ارست وبنريكوجنايز ان في كاردياك ارست، تاني خطوه على طول قبل ما نعمل اي حاجه نكول فور هيلب، يعني ناكتيفيت الامرجنسي ريسبونس سيستم، يعني مثلا تصل مثلا ثلاث سبعات، فده يعمل بليد للكاردياك ارست تيم، لان الكاردياك ارست بيمانجو تيم كامل. تمام، يبقى احنا كده خلصنا اول سيركل اللي هي immediate recognition of sudden cardiac arrest and activation of an emergency response. احنا دلوقتي فين يا جماعه؟ احنا في البيزك لايف سبورت chain of survival. انا في السيركل الثانيه اللي هي ايه؟ begin CPR، اللي هي عباره عن CAP اللي هي compression airway والبريدنج. تمام، يبقى تاني حاجه begin CPR CAP compression airway and breathing. هنبتدي باول حاجه اللي هي للتشست compressions، ده شكلها، الصورتين دول بيوضحوا ازاي بنعمل التشست compression. دي لينكات اللي يحب يعني يشوف ازاي بيحصل التشست compression وازاي العمليه بتاعه السي بي ار بتتم، يقدر يتابعهم على اليوتيوب. هنبدا ناخد شويه معلومات عن التشست كومبريشن. قالك often not provided by lay people until professional emergency responders arrive، يعني هو غالبا لا يفضل ان الناس العاديه تعملها الا ما يوصل حد بروفيشنال، بس اذا كنت انت تعرف وتقدر تعمل تشست كومبريشن بعد ما عملت ريكوجنيشن ان في كارديك ارست وبعد ما عملت اكتيفيشن للامرجنسي ريسبونس سيستم، تبدا تعمل تشيست كومبريشن لو تعرف اعمل. دي مهمه قوي الحته دي. هي التشيست كومبريشن ايه الهدف منها؟ يقول لك بتزود الانترا ثراسيك بريشر، وده بيعمل دايركت كومبريشن اوف ذا هارت، ده بيعمل برفيوجن واكسجين ديليفري للبرين والمايوكارديوم اللي هم اهم تو اورجانز عندي، البرين والمايوكارديوم. هي الفكره كلها زي الفيزيكس اللي فيكم يعني فاكر، انا لما يكون عندي كلوزد سبيس لفوليوم معين، انا ببدا اقلل الفوليوم ده عن طريق ان انا بعمل كومبريشن، فده يزود البريشر جوه الكلوزد سبيس ده. بالظبط التشيست كافيتي ده تخيل ان هو عباره عن صندوق ليه حجم ثابت، لو انت الحجم الثابت ده جواه ضغط معين، رحت انت جاي عامل كومبريشن عليه، هتقلل الحجم، وبالتالي لما تقلل الحجم ايه اللي بيحصل؟ الضغط يزيد. هي دي نفس فكره التشيست كومبريشن. قال لك ايه؟ بيحصل انكريز في الانترا ثراسيك بريشر، وبيحصل دايركت كومبريشن على الهارت كمان،
ده بيزود البرفيوجن اوكسجين ديليفري للبرين والمايوكارديا. خلينا نتفق على حاجه، كل البيشنت اللي بيحصل لهم سادن كاردياك اريست شود ريسيف تشيست كومبريشنز، مفيش فيها جدال. التشيست كومبريشن اهم حاجه. طب في حاجه ثانيه مهمه هتيجي بعدين، اللي هي ايه؟ اللي هي الديفايبريليتورز او الديفايبريليشن، الدي سي شوك، بس مش في كل البيشنت. هنعرف ان في عندي حاجه اسمها شوكابل ريز ادي فيه شوك، وحاجات نان شوكابل ريز ما ينفعش ادي فيها شوك، لان لو اديت فيها شوك يحصل مصيبه كبيره. لكن هنا كل البيشنت with sudden cardiac arrest should receive a chest compressions. تمام؟ لما بنيجي نعمل ال chest compression لازم ال patient بتاعي يكون على hard surface. طب ما عنديش، اسيب ال patient واقعد ادور على hard surface؟ لا، لان انا زي ما قلت اهم حاجه عندي ال chest compression تبقى سريعه not interrupted، وبالتالي ما ضيعش وقت ان انا ادور على هارد سيرفيس. لو هو موجود وافيلبل واقدر استعمله اوكي، ما كانش ما اسيبش البيشنت خمس دقايق اروح ادور على هارد سيرفيس. تمام؟ طب انت لما بتيجي تعمل كومبريشن تشيست كومبريشن بتعمل كام كومبريشن في الدقيقه؟ قال لك 100. طيب العمق الدبس 2 انش يعني 5 سم، وبتعمل 100 وبتنزل 5 سم وفي نفس الوقت تسمح بالتشيست ريكويل. اصل لما يحصل تشيست ريكويل الكورونرز تملى، ولما الكورونرز تملى يحصل كورونري بيرفيوجن وزود المايوكارديال بلاد فلو. تمام؟ وده هينعكس طبعا ان السريبرال بلاد فلو هيزيد، لان لما غذي القلب كويس يبدا يشتغل كويس. تمام؟ نقطه مهمه جدا هو ان انا لازم على قد ما اقدر امينيمايز الانتربشنز تو تشيست كومبريشنز، يعني اخلي التشيست كومبريشن هو الدستور بتاعي، ما اوقفوش الا في اضيق الحدود، والا اذا كان في منفعه هتعود عليا من ان انا اوقف التشيست كومبريشن. في حاجه بنقول ايه؟ انا قلت لكم ان احنا بنعمل 100 كومبريشن بير مينيت، الدبس 2 انش يعني 5 سم، وتالاو كومبليت تشيست ريكويل، ان اللي انت الضغط اللي انت ضغطتها تشيل ايدك بحيث يرجع لنفس الليفل اللي انت بدات من عنده. طب لو انا زودت النمبر اوف كومبريشنز، قال لك ده هيأفكت السرفايفل وبيأثر على النيورولوجيكال اوتكم. تمام؟ في ريسكيور فاتيج، لما اللي شاف منكم الريسسيتيشن تيم هيجد ان هو بيتكون مجموعه من الافراد. لما بيجي واحد يبقى مسؤول عن الاي في لاين، يعني هو اللي يحط الكانيولا وهو اللي بيدي الدراجز، وفي طبعا اللي هو التيم هو مسؤول اللي هو التيم مانجر، ده هو اللي بيدي الانستراكشنز بنسميه التيم ليدر. وفي حد بيبقى موجود عند الاير واي، وفي حد بيبقى موجود تايمر، يعني ساعات موجود ساعات مش موجود، ساعات تيم ليدر هو اللي بيعمل القصه دي. واهم حاجه مين؟ اهم حاجه اللي هيعمل تشيست كومبريشن. تخيل محتاجين اتنين عشان يريحوا بعض، كل واحد يشتغل دقيقتين، وبعد ما هو يشتغل الدقيقتين بتاعته في خلال خمس ثواني التاني يكون بادئ. طب ليه؟ طبعا اللي جرب منكم يعمل تشيست كومبريشن حاجه متعبه جدا، يعني يا دوبك بتخلص الدقيقتين بتلاقي الام في كتافك وفي ايديك. فبالتالي انا طبعا انا خايف على اللي بيعمل تشيست كومبريشن، وفي نفس الوقت لما يحصل له فتيج هيديني ان ادكويت كومبريشن كواليتي. وبالتالي عشان الفتيج ده بغير كل دقيقتين، والتغيير ما بين واحد والتاني ما يطولش، يعني ما يكونش واحد مثلا راح يشرب كوبايه شاي، لا هو واقف الدقيقتين الريست بتوعه يستريح، وفي خلال خمس ثواني يكون داخل في مكانه تاني. الهدف من كده
ان انا اعمل جود كواليتي تشيست كومبريشن، وحته انها ما تبقاش اكتر من 5 سكندز علشان امينيمايز الانتربشن اوف تشيست كومبريشن، اللي هي اهم حاجه عندي في البيزك لايف سبورت وفي الادفانس كارديك لايف سبورت. طيب في حاجه اسمها ريزم او بالس تشيك، بعد كل دقيقتين من التشيست كومبريشن لازم اعمل تشيك على الريزم والبالس. قال لك ما تزودش عن 10 ثواني. ليه؟ عشان برضو انا عايز امينيمايز الانتربشن في التشيست كومبريشنز. ايه الفرق ما بين الريزم تشيك والبالس تشيك؟ الريزم تشيك على المونيتور، يعني انا تخيل ان انا واحد عندي جالي في مثلا فينتريكولار فايبريليشن، بعد ما عملت مثلا دقيقتين من السي بي ار من التشيست كومبريشن، عايز اشوف هل ده نتيجه ولا لا، فبص على المونيتور كده هلاقي هو لسه فينتريكولار فايبريليشن. هل انا متوقع واحد فينتريكولار فايبريليشن ان يبقى عنده بالس؟ لا مش متوقع. طب هو كان فينتريكولار فايبريليشن ولقيت الريزم بتاعه على المونيتور بقى نورمال ساينس ريزم، متوقع ان هو يكون عنده بالس؟ اه طبعا، لان الفينتريكولار فايبريليشن ده بيسموه نون برفيوزنج ريزم، يعني ريزم مش هيعمل بالس، لكن نورمال ساينس ريزم مثلا على سبيل المثال هو ريزم يقدر يعمل بالس. فبالتالي انا لو بصيت على الريزم لقيته مثلا في تاك، لقيته مثلا فينتريكولار فايبريليشن، مفيش داعي، مفيش داعي ان انا اشوف البلس، وضيع وقت. طب لقيته نورمال ساينس ريزم، لا اشوف البلس. وخلي بالك ده كله في خلال 10 ثواني فقط، تمام؟ تمام كده يا جماعه، احنا كده ايه خلصنا؟ ايه خلصنا؟ ايه خلصنا الايميديت recognition of sudden cardiac arrest and activation of the emergency response system. وبدأنا في السيركل الثانية اللي هي begin CPR، أخذنا فيها إيه؟ الـ chest compression. تعال ناخد الـ patient case دي، مش عايز نقرأ السؤال، دايما نبتدي بالإجابات. الإجابات هتقول لنا إحنا فين؟ الموضوع إيه؟ بأنه شابتر؟ نجنور خالص السؤال، خلينا كده نقرا. Which insight would be best shared regarding chest compressions for EC؟ EC ده اللي هو الشخص اللي بيرمز له مثلا. تمام؟ نقرا كده الإجابات، يقول لك إيه؟ Because a nurse has already began chest compression, she should remain the one doing compressions throughout PLS and ECLS. من غير ما أقرا أصلا السؤال ده، من غير ما اقراه، دي غلط. يعني حرام واحده تبتدي معاها تشيست كومبريشن تقعد تعمل ده. السي بي ار يا جماعه بيستمر ممكن نص ساعه، 45 دقيقه، بعض الحالات سبيشال كيسز ممكن يقعد ساعه ونص زي حالات البالمونري امبوليزم مثلا على سبيل المثال. وبالتالي الاجابه دي غلط، انت عايز تموتها بقى كده، هتموت في ايدك. طيب compressions increase the intrathoracic pressure and directly compress the heart. الله، ده دي شكلها صح كده. which can generate cardiac output and liver oxygen. طبعا ده دي الصفه المميزه ليه عمليه chest compression، اللي انها بتزود ال intrathoracic pressure و directly compress the heart. خلاص انتوا عرفتوا ان دي الصح، لكن صراحه نقرا الباقي. Because increasing the intrathoracic pressure is vital to oxygen delivery, the chest recoil is unnecessary and should be avoided. احنا اتفقنا على ايه؟ 100 compression per minute، 2 انش يعني 5 سنتي تنزل وتسمح ب complete chest recoil. يبقى انت مجرد بس ان انت عرفت البيزكس، لا دي غلط. يقول لك ايه بقى دي؟ Number of chest compressions given per minute has no impact on the outcome. So, pulse check, line placement, and airway can be placed as needed without regard to interrupting chest compression. طبعا غلط. ازاي number of chest compression given per minute has no impact؟ احنا اتفقنا ان انا 100 per minute، لو زودت يحصل مشاكل. تمام؟ وطبعا لازم minimize the interruption of chest compression. تمام؟ يبقى الاجابه الصح بي، انا من غير ما اقرا السؤال. طب تعالى اقرا السؤال كده. 50-year-old man with a history of gastroesophageal reflux disorder and chronic obstructive lung disease
was admitted for shortness of breath palpitation and presumed exacerbation of his lung disease. دي ملهاش اي لازمه. يعني هو قصده بيقول لك ايه؟ ان الراجل ده عنده كوموربيديتيز كتير، مش هضيع وقت في ان انا اعرف واركز في تفاصيل، لان انا من الاول عارف ان السؤال بيسال على التشست كومبريشن، وانا لما جبت الاجابات دي تقريبا انا قلت ان بيه هي الصح. خلاص. المهم on hospital admission day 4 AC has witnessed cardiac arrest. جميل قوي، حصل cardiac arrest في الميديسين يونت في اي مكان. An emergency response team of which you are part is called and when you arrive the bedside nurse has already began chest compression. شايفين حتى السيكونس كان جميل ازاي؟ يعني حصل cardiac arrest، خلاص هم اتاكدوا، عملنا recognition للcardiac arrest تمام، وعملوا activation للemergency response team. تاني حاجه، تالت حاجه ايه؟ بدات chest compression. فبيسالك which insight would be best shared regarding chest compressions for EC. طبعا الاجابه الصح هي B. compressions increase intrathoracic pressure and directly compress the heart which can generate cardiac output and liver oxygen. تمام. زي ما حضراتكم شايفين الكومنت على السؤال، يعني بيقول لك ان انت بالنسبه للريسكيو فاتيج لازم تغير كل دقيقتين، والوقت اللي بتاخده في التغيير ما يزيدش عن 5 seconds between changes. تعمل 100 compression per minute، الدبس بتاعك 2 inch 5 سنتي في الادلتس طبعا. Allowing for recoil after each compression. ولازم نعمل to minimize interruption in the chest compression. تمام؟ خلينا بقى نكمل، احنا فين يا جماعه؟ احنا الديمو بتاعنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ عن البيزك لايف سبورت، تشين اوف سرفايفل. شايفين دي؟ احنا خلصناها، immediate recognition of sudden cardiac arrest and activation of an emergency response system. احنا هنا الوقت اللي احنا بنبتدي سي بي ار، واتفقنا ان السي بي ار عباره عن سي اي بي. خلصنا الكومبريشن. نخش على الايه؟ اللي هي الاير واي. يعني ايه اير واي؟ يعني الاناتومي، يعني المجرى الهوائي. اتاكد ان هو مفتوح ولا مش مفتوح، لان انا لو جيت اعمل له اديله بريث يعني اديله نفس والاير واي فيه مشكله، النفس ده مش هيوصل، ما عملش حاجه. طبعا اللي غاوف منكم كوره وكان بيتفرج على كوره، كان في لعيب في الاهلي من فتره كده اسمه محمد صديق، وكان وقع وبلع لسانه، فجت دكتوره، طبعا هي الدكتوره دي بقت هيرو، وهي عملت حاجه بسيطه جدا. هو لما بلع لسانه هو قفل اير واي. طبعا هو لما في الاير واي هيحصل له هيبوكسيا، ممكن يحصل له كارديك اريست. فهي كل اللي عملته ان هي حطت له حاجه اسمها اورو فارنجيال اير واي، حطيت له ممر هوائي كده في الفم، فرفعت الطنج البيز اوف ذا طنج تحديدا، فبدا الاير واي يبقى بيتنت، فاخد نفسه والامور تمام. خلاص. طيب نتكلم شويه على الاير واي. قال لك فور بيشنت ويزاوت ان ادفانسد اير واي، طبعا حته الادفانسد اير واي دي هنعرفها بالتفصيل الممل في الادفانسد كارديك لايف سبورت. تمام. يعني ايه ادفانسد اير واي؟ يعني الاندوتراكيال انتوبيشن، اللي هي الانبوب الحنجري، الانبوبه اللي بتتحط في الحنجره وتوصل لجهاز اللي هو التنفس الصناعي. تمام. لكن انا ما عنديش فرصه ان انا اعمل ادفانسد اير واي، فهل في مانوفرز معينه تساعدني ان انا افتح الاير واي؟ قال لك اه، حاجه اسمها هيد تلت شين ليفت تكنيك. شايفين؟ هيد تلت لتحت، شين ليفت لفوق تكنيك، ده بيفتح الاير واي. خلاص. لكن نتاكد ان هو ما يكونش عنده ولا تروما في الهيد ولا في النك، عشان انا ده بيعتمد على حركه السيرفيكال سباين اللي هي حركه النك نفسها. فلو واحد انا شاكك ان عنده اي ليجن في النك، بلاش نعمل له التكنيك ده اللي هو الهيد تلت شين ليفت تكنيك. اهي هيد تلت شين ليفت. طيب لو انا
شاكك ان في سيرفيكال سباين انجري، مش هعرف اعمل هيد تيلت شين ليفت تكنيك دي، اعمل حاجه اسمها جو ثراست بس الون، بنحط ايدينا كده عند المندبل ونزق لفوق كده، كل ده بيساعد ان هو يفتح الاير واي. في نقطه ثانيه في الاير واي، حاجه اسمها الكريكويد بريشر. يعني نعرف اول يعني ايه فين الكريكويد ده اصلا. شايفين يا جماعه الراجل ده، شايفين تفاحه ادم دي، طبعا هي موجوده عند الرجاله مش موجوده عند البنات، تحتها ده تفاحه ادم دي اللي هي الثايرويد كارتليج، تحتها في حاجه اسمها الكريكويد كارتليج. فيقول لك ايه، انت بتعمل حاجه اسمها كريكويد بريشر، يعني تضغط على الكريكويد كارتليج اللي هو تحت الثايرويد كارتليج، اللي هي ايه الثايرويد كارتليج اللي هي مكان تفاحه ادم. طب انت بتضغط عليها ليه؟ تعال نشوف هنا كده تاني، شايفين ده يا جماعه، ده ايه؟ تفاحه ادم اللي هي الثايرويد كارتليج. طب ودي ايه؟ الكريكويد كارتليج. طب ايه الانبوبه دي؟ دي من هنا كده وبعدين تكمل كده، دي التراكيه، وده الرايت برونكس وده الليفت برونكس. طب التراكيه طبعا ده قدام اهو، اللي هي قدام من هنا كده، يعني دي هتبقى لتحت دي مباشره. طب ايه اللي تحت الفعصب دي؟ ده الاسوفيجس. الله، طب انت بتعمل كريكويد بريشر ليه؟ طيب يعني لو ضغطت هنا هفعص مين؟ الاسوفيجس، يعني هقفله صح؟ طب تعال نشوف الراجل ده كده، ادي كريكويد كارتج اهو بضغط عليه، وادي التراكيه وراها الاسوفيجس. طب انا بقفل الاسوفيجس ليه؟ طب هو الاسوفيجس من تحت كده موصل على ايه؟ الاستومك. طب الاستومك دي فيها ايه؟ كونتنتس، جاستريك كونتنتس. يقول لك انت لما بتعمل كريكويد بريشر تمنع ان الفود او الكونتنتس موجوده في الاستومك انها تعدي كده 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 من الاسوفجس وترجع تخش تاني في التراكيه، فتمنع ايه؟ الاسبيريشن. يعني ما تحس ان هو خيال علمي شويه، بس هو قال لك ايه؟ نقراها مع بعض كده، اظن الصوره واضحه. اقولها تاني، ده الثايرويد كارتليج، تحتيه الكريكويد كارتليج، اهو الثايرويد كارتليج، تحتيه الكريكويد كارتليج، دي التراقيه. لما بضغط بعمل بكمبريس او بقفل الاسوفيجاس، بقفل الاسوفيجاس ليه؟ عشان الفود ما يعديش من هنا كده ويرجع يرد تاني فين؟ في التراقيه، فيعمل اسبيريشن. فيقول لك الكريكويد بريشر از ا تكنيك اوف ابلاينج بريشر تو الفيكتيمز كريكويد كارتليج. اهو تمام قوي. تو بوش التراكيه بوستيريور، ماشي هنبوش التراكيه بوستيريور ليه؟ عشان تكمبريس الاسوفيجس وذ الجول اوف بريفنتنج اسبيريشن، امنع ان الفود يعدي من هنا كده من الاسوفيجس يروح ينزل تاني في التراكيه. فقال لك ايه؟ ريكومند against use for adult cardiac arrest because of possible delay or prevention of advanced airway lack of protection from aspiration. يعني ما يعني احنا هنسيب للتشيست كومبريشن اللي هو اهم حاجه ونقعد ضيع وقتنا في ان انا امنع الاسبيريشن، اصلا مش هتمنعها ولا حاجه، لكن ليها ميزه صراحه. واللي منكم شاف او عمل انتيوبيشن، تيب عيان حط له انبوبه حنجريه، دي بتساعد لو واحد انت ما انتش شايف او الفوكال كورد واحد ضغط لك عليها يبان الفوكال كورد، فيساعدك ان انت تدخل الانبوبه الحنجريه في مكانها. انا جايب لها رسومات في الجزء الخاص في الادفانس كاردك لايف سبورت ان ديتيلز. انا بتكلم في البيزك على فكره يا جماعه، مش عايزكم تتوه مني، انا في البيزك لايف سبورت تمام. نقطه ثانيه في الاير واي، يقول لك ايه؟ فورين بادي اير واي اوبستراكشن، فورين بادي اير واي اوبستراكشن. في منه نوعين، مايلد وسيفير. المايلد ده هتلاقي البيشنت بتاعه كافينج فورسبلي، ما تعملوش حاجه، هو مع نفسه كده ان شاء الله غالبا الفورين بادي ده هيطلع. طيب لو في سيفير فورين بادي airway obstruction، طب بيبان ازاي؟ سايلنت كاف، مش بيكح اصلا، مش عارف يكح، استرايدل مخنوق،
او في respiratory difficulty. لو انت شكيت ان في severe foreign body airway obstruction ask the patient are you choking. لو بقولك ايه لو البيشنت clutch their neck اللي هي universal sign of shock or nod بيحرك كده بقولك مش عارف يتكلم without answering verbally consider severe foreign body airway obstruction. دي بيسموها universal choking sign. واضحة الصورة بتاعتها واضحة يعني. طب تعمل ايه بقى؟ deactivate the emergency response system. ليه؟ الراجل ده في شوكينج يعني في obstruction في الاير واي يعني ممكن هايبوكسيا يعني ممكن كارديك اريست. موضوع سيريوس. طيب نلحقه ازاي؟ ما انا مش عايز يخش في مرحله الكارديك اريست، مش عايز يوصل لمرحله ان هو حصل له هايبوكسيا وحصل له كارديك اريست. فاقول لك تعمل ايه لو هو نان اوبيز ادلت؟ تعمل حاجه اسمها ابدومينال ثراست زي ما انتم شايفين كده. تيجي من ورا البيشنت تحط ايدك على الابدومين وايه وضغطه كده لجوه. تمام. دي واحده ست جوزها شرب كانت عامله له اكله لذيذه لحمه مثلا، فهو طبعا عايز يجاملها فبياكل بسرعه فحصل له شوكينج فورين بادي اوبستراكشن بس سيفير. طبعا هو هنا ربنا يتولاه لان هي لو ما قامتش بالمهمه مظبوط الراجل ده طبعا ممكن يحصل له كارديك اريست ويتوكل على الله. فكلكم يا جماعه تحسنوا علاقاتكم بزوجاتكم خصوصا اثناء الاكل لانها ممكن الوحيده اللي ممكن تنقذك. يعني هي لو في ضغينه او حاجه بينك وبينها ان شاء الله يبقى انت كده ايه توكلت على الله. طيب لو اوبيز تعمل حاجه او بريجننت تشيست ثراست. طبعا هتقولي اه طب ما هو بعد ما يموت ولو هي ما لحقتوش هو ممكن ينتقم منها بعد ما مات يعني لو هي حصلها نفس المشكله. بس قال لك هي كانت بريجننت فطبعا عمره ما هيقدر يضحي بابنه فيضطر ينقذها عشان خاطر ابنه. فطبعا دي حاجه فكاهيه يعني بس نبقى عارفين ان الابدومينال ثراست لو نان اوبيز، تشيست ثراست لو واحد اوبيز قوي او واحده بريجننت. طيب لو البيشنت بتاعي بقى unresponsive يعني انا ما لحقتوش. unresponsive يعني ايه؟ يعني حصل له هايبوكسيا وحصل له كارديك اريست على طول يبتدي سي بي ار. نبتدي سي بي ار زي ما نعرف ان في سيكونس كده للسي بي ار. المفروض ان انت بتدي بريف كل مره. بص لو لقيت في فورين بادي موجود شايفه بعينيك شيله، لو مش شايفه نيفر. بيقول لك هنا ايه؟ No studies have evaluated a routine use of a finger swab انك تحط صبعك جوه الماوس بق العيان وتحاول انت بلايند كده وانت مش شايف تطلع اي فورم بادي. لا قال لك لا. فقال لك هنا ايه؟ A finger swab should not be used in the absence of visible airway obstruction. لو ما انتش شايف انت بتعمل سي بي ار عملت تشيست كومبريشن، وعلى فكره تشيست كومبريشن بتساعد ان لو في فورين بادي يطلع، وفي نفس الوقت تيجي تدي نفس بعد تعمل انت 30 و2 زي ما هنشوفها دلوقتي وهتيجي تدي نفس. لو انت شايف فورين بادي اعمل فينجر سويب، لو مش شايف ما تخشش بلايندلي كده لانك انت ممكن اصلا تنزله ديب. تمام. عشان كده يقول لك ايه؟ A finger sweep should not be used in the absence of visible airway. تعالوا نتكلم شويه على الادفانسد ايرويز. على فكره الادفانسد ايرويز اول حاجه هتخطر في بالكم هتقولوا لي الاندوتراكيال انتوبيشن اللي هي الانبوب الحنجري اللي بوصله فنتليتور. منكم شغال في اي سي يو عارف المنظر ده؟ هقول لك خلي بالك انا بتكلم في ايه سعادتك؟ انا بتكلم في البي ال اس البيزك لايف سبورت. الاندوتراكيال انتوبيشن ما ياش من البروتوكولات بتاعت البيزك لايف سبورت. لكن في ادفانسد اير ويز ثانيه غير الاندوتراكيال انتوبيشن. على سبيل المثال الانجيال ماسك اير واي ده شكله، الاسوفيجيال تراكيال كومبي تيوب زي ما حضراتكم شايفين كده دي تيوب غالبا هي بتنزل كده
في الاسوفيجس ما بتنزلش في التراكيه على عكس الاندوتراكيال انتيوبيشن. طبعا دي يا جماعه التراكيه وده الاسوفيجس، فبتنزل هنا كده والاير يطلع كده. تمام. في حاجه اسمها كينج اير واي ديفايس، ده شكله نفس الفكره تقريبا زي الكومبي تيوب، يعني زي ما انتم شايفين كده اهو ايه التيوب ده، دي الاسوفيجس ودي التراكيه. شايفين هنا الديستال اند او الاسوفيجيال كاف سدت الاسوفيجس، وهنا في فتحه الهواء طبعا بيدخل من هنا كده وبعدين يطلع هنا كده. تمام. طبعا الادفانسد اير ويز برضو بالتفصيل ان شاء الله هتتشرح في الادفانسد كاردياك لايف سبورت. خلي بالكوا يا جماعه انا بتكلم فين دلوقتي؟ انا بتكلم في البيزك لايف سبورت تشين اوف سرفايفل. خلصنا احنا ايه؟ immediate recognition of sudden cardiac arrest and activation of an emergency response system. تمام. حاليا انا فين؟ انا هنا بقى دلوقتي في السي بي ار. خلصت الكومبريشن؟ اه. خلصت الاير واي؟ اه. باقي لي ايه؟ البريث، ريسكيو بريث. يبقى انا هنا في النقطه دي. تمام. تمام. بالنسبه للريسكيو بريث قال لك ايه؟ compression should always be initiated first because the arterial oxygen content of blood remains unchanged until CPR is initiated. انا وام تدي البيشنت نفس ولا تعمل chest compression؟ لا اعمل chest compression. طب تعالوا كده نتاملها ليه؟ هو اللي حصل له كاردياك اريست ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان الهارت خلاص ما عادش قادر ان هو يضخ دم. طب هو لسه حصل له اريست، طب مش الدم بتاعه ده قبل ما يحصل له اريست كان فيه اكسجين وساتوريتد بالاكسجين واموره تمام؟ يبقى هي المشكله عندي ان انا ما عنديش اكسجين في البلد ولا الهارت مش قادر يضخ الدم اللي هو اكشولي موجود فيه اكسجين يوصله للفيتال اورجان زي البرين والهارت نفسه. وبالتالي الاهميه عندي ان الهارت اللي هو البامب بتاعتي المضخه بتاعتي اللي وقفت ابدا اعمل تشيست كومبريشن عشان اشغلها. ما انشغلش بقى ان انا ادي نفس للبيشنت عشان ازود الاكسجين. طب ما انت هتزود الاكسجين، طب ما هو واقف الهارت واقف. طب فرحتي انا عمال ازود الاكسجين والهارت اللي بيضخ الدم اللي فيه الاكسجين مش شغال. تمام. هل في ريشيو في السي بي ار؟ احنا اما بنيجي نعمل سي بي ار بنعمل كومبريشن اتفقنا وفنتيليشن، يعني بعمل كم ضغطه وبعد كم ضغطه بدي كم نفس. قال لك 30 ل 2 ده لو مفيش ادفانسد ايروي، يعني انا مش محطوط ادفانسد ايروي، انا لوحدي، انا لوحدي شغال بعمل 30 ضغطه وبدي نفسين، او انا واحد وبس مش عاملين ادفانسد اير واي، يعني مش حاطين مثلا اندوتراكيال انتوبيشن، مش حاطين اللي احنا شفناهم دول لانجيال ماسك. طب لو حاطين حاجه من كده هتدي 100 كومبريشن بير مينيت وتدي النفس من 8 ل 10 بير مينيت. واضحه؟ يبقى الكومبريشن 30 ل 2 لو انا لوحدي او مش حاطط ادفانسد اير واي، حتى لو معايا واحد. طب حطيت ادفانسد اير واي، يعني احنا طبعا عمر ما احط ادفانسد اير واي وانا لوحدي، هيبقى في معايا حد تاني. خلاص انا بكمل 100 ضغطه في الدقيقه واللي معايا بيظبط نفسه ان هو يدي من 8 ل 10 نفس في الدقيقه. تمام الامور؟ تمام. احنا اتفقنا ان انا عندي ليميت من 8 ل 10. ففي ناس تقول لك طب ما تزودها شويه، ما تخليهم 12، انت خسران ايه؟ لا انا هم 8 ل 10. ليه؟ لان لو عملت اكسسيف فنتيليشن ده هيزود ايه يا جماعه؟ الانتراسراسيك بريشر. طب لما ازود الانتراسراسيك بريشر ايه اللي يحصل في الفينوس ستير؟ يقل. تمام؟ ممكن يعمل لي جاستريك انفليشن فيعمل لي اسبيريشن. لما تيجي تدي النفس تديه اوفر 1 سكند. خلاص؟ وفي نفس الوقت التايدال فوليوم يعني كميه الهواء اللي انت بتدخلها تكون سفيشنت، يعني غالبا بتبقى في حدود 500 ايه؟
ملي، تمام؟ برضو هنتكلم على حاجه اسمها بوزيتيف بريشر فنتيليشن، اشهر حاجه يا جماعه اللي هي الباك ماسك فنتيليشن. محدش فيكم اشتغل في اي سي يو او كان في امرجنسي وما شافش دي. ليه بقى بيسموها بوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي هي الباج ماسك؟ ادي باج اهي وده الماسك اهو، وليها تكنيك في الماسك اهو. ليه بقى بوزيتيف بريشر؟ لان انا بضغط عليها، هو بيضغط عليها كده، تمام. في عندي بقى سوبرا جلوتيك اير واي ديفايس اللي احنا قلناهم الثلاثه اللي احنا قلناهم، ودول الثلاثة دول بس ما اقدرش اقول اندو تراكيال انتوبيشن لان دي مش تبع البروتوكول بتاع البي ال اس، تمام. خلينا ناخد بقى كيس بيشنت كيس، برضه مش هنقرا السؤال، هنقرا الاجابات. بيقول لك ايه؟ which is most accurate about LS airway and breathing management. تمام. اول حاجه كومبريشن لفنتيليشن ريشيو 60 لواحد. مش والله ما مكمل الجمله 60، اما حد سمع ان الريشيو ما بين الكومبريشن والفنتيليشن 60 لواحد 30 ل 2، يبقى دي غلط، مش ضيع وقتي. B because it is a multiple rescue scene. Bag mask ventilation should not be used because it is recommended only in single rescue resuscitation. الباج ماسك فنتيليشن مستحيل تكون في سنجل، مستحيل، وانا قلتها. ما ينفعش ان انا اعمل تشيست كومبريشن واروح اضيع وقت اقعد اظبط الباج ماسك وتكنيك معين، لا ما ينفعش. لازم الباج ماسك فنتيليشن يكونوا اثنين، يبقى دي غلط. تعالى كده ناخد سي، كومبريشن فنتيليشن ريشيو 30 ل 2، والله دي شكلها صح بس نكملها. should be used with strict avoidance of excessive ventilation. طب انا مش بعمل ليه يا جماعه excessive ventilation؟ عشان ما ازودش الانتراثراسيك بريشر وبالتالي ما اقللش الفينوس ريتيرن وما اعملش جاستريك انفليشن واعمل اسبيريشن which can decrease venous return to the heart. دي شكلها صح. Back mask ventilation should not be used in any patient because advanced airway are the only way to supply oxygen and eliminate CO2. مين قال ان الادفانسد airway هي الاونلي واي؟ من الباك ماسك فنتيليشن من الويز اللي ممكن بتساعد. فمن غير ما نقرا السؤال احنا قلنا ان سي هي الصح، بس عشان احنا فاهمين، تمام. نقرا السؤال بقى. LS ده 66 year old woman visiting her husband at the hospital on a hospice unit. She is buying lunch in the cafeteria. And while in line to check out, she collapses. خلاص collapses. حصل لها collapse. The emergency response team of which you are part is summoned. LS does not respond to voice or tapping of a shoulder. And a brief look at her chest shows no chest movement. يبقى أنا كده عملت إيه؟ Recognition of sudden cardiac arrest. Chest compression are initiated while crash card and defibrillator are retrieved. Of note, a PAG mask ventilator is available at the scene because it is carried with emergency response team. Which is the most accurate about LS airway and pacing management? C. Compression ventilation issue 30-2. Should be used with strict avoidance of excessive ventilation, which can decrease venous return to the heart. تمام؟ ده الكومنت. قال لك cardiac arrest patient have minimal blood flow and oxygenation ventilation requirements are lower. The current compression ventilation ratio recommended 30-2. اللي انا قلته هي عندها minimal blood flow ليه؟ لان الهارت نوت بامبنج. طيب يبقى انا الاهميه عندي ايه؟ ان انا اخلي الهارت يبامب بايه؟ بالتشيست كومبريشنز. طيب والاكسجينيشن فنتيليشن ريكوايرمنتس ار لور، يعني ايه؟ لما يكون واحد نايم الريكوايرمنتس بتاعته للاكسجين اكيد اقل من اللي ماشي، اكيد اللي ماشي اقل من اللي بيجري، وبالتالي الانكارديك ارست اكيد الريكوايرمنتس بتاعته اقل من واحد عايش، تمام. فعشان كده انا مش مركز قوي في البدايات طبعا،
المفروض طبعا انا بحط اير واي والكلام ده كله بيحصل في الادفانس كارديك لايف سبورت، بس انا بتكلم على مستوى الفيزيك لايف سبورت، مش مركز قوي مع الاكسجينيشن، لان عندي ستيل ريزيرف، وان اللي يهمني زي ما اتفقنا هي التشيست كومبريشنز. اعتقد ان انتوا زهقتم مني ومن كلمه التشيست كومبريشنز، بس اذا وصلتوا لهذه المرحله تعرفوا ان انتوا في الجزء ده فهمتوا كويس، واي سؤال هيجي لك يلعب معاك الحته دي هتبقى عارف انت بتجاوب ايه وفاهم ايه. يقول لك برضو هنا ايه، excessive ventilation can lead to decreased venous return and gastric inflation which can lead to aspiration, regurgitation and impacts on outcome. تمام، دي كانت عندنا من الاختيارات. In a single respiratory situation, the PAG mask ventilator should never be used. A mouse to mouse, mouse to barrier resuscitation is recommended. زي ما اتفقنا ما ينفعش واحد لوحده يستعمل PAG mask ventilator. تمام. احنا فين يا جماعه؟ او احنا بنشرح ايه اساسا؟ اتمنى ما تكونوش تهتوا مني. احنا بنشرح في البي ال اس اللي هو البيزك لايف سبورت تشين اوف سرفايفل، فاكرين دي؟ ايميديت ريكوجنيشن اوف سادن كارديك اريست اند اكتيفيشن اوف الامرجنسي ريسبونس سيستم. اه فاكرينها. فاكرين السيركل الثانيه اللي هي بيجين سي بي ار اللي احنا اتكلمنا فيها على الكومبريشن، واتكلمنا فيها على الاير واي، اتكلمنا فيها على البريفنج اللي هي السي بي. طيب ثالث واحده بقى اللي هي ايه؟ اللي هي رابيد ديفايبريليشن ويز امانوال او اوتوميتد اكسترنال ديفايبريليتور. احنا هنا دلوقتي خلاص؟ طيب. حد فيكم شاف الديفايبريليتور اللي احنا بنسميه دي شوك؟ اكيد في منكم كتير شاف، بس في منه نوعين، في نوع مانوال زي الشكل ده كده وده، وفي منه الاوتوميتد اكسترنال دي فايبريليتور. الاوتوميتد بيبقى فيه عندي تو بادز، بادز الاثنين دول، دول بنحطهم على البيشنت في بوزيشن معينه هنعرفها دلوقتي. وزي ما قلت لحضرتكم قبل كده ان الاي دي اللي هو الاوتوميتد اكسترنال دي فايبريليتور من نفسه كده هو يانلايز الريزم ويدي الشوك او ما يديش شوك، يعني حاجه فله يعني، هو بيقوم بكل حاجه. على عكس بقى المانيوال ده، دي بنسميها البادلز، البادلز الاثنين دول او اللي هم فوق دول الاحمر دول. وطبعا الجهاز ده اللي هو بنسميه دي سي شوك بيبقى متوصل بالبيشنت عشان يقرا رزم هنا الشكل ده، بناء عليه هدي شوك او ما اديش شوك. يعني انا في المانيوال انا اللي بحدد انا، اه والله بص كده، اه والله ده انا عندي في اف فنتريكولار فايبريليشن، ده انا عندي بالسلس في تاك فنتريكولار تاكي كارد، لا يا راجل ده ياخد شوك. طب انا عندي اسيستوري، طب انا عندي بالسلس الكتريكال اكتيفيتي، لا يا راجل ده ما ياخدش شوك. طبعا اللي انا بقوله ده هتاخدوه بالتفصيل الممل في الادفانسد كارديك لايف سبورت. تمام. اتفقنا ان في حاجتين مهمين وانا قلتها في الاول، التشيست كومبريشنز، وانا مش هسيبكم اصلا، يعني التشيست كومبريشنز دي مكمله معانا في كل حاجه. وقلنا ان كل البيشنت اللي بيحصل لهم اريست لازم يتعمل لهم تشيست كومبريشنز. لكن الدي فايبريليشن مهم برضه، لكن مش كلهم. لو تفتكروا قلنا اف انديكيتد، يعني اف انديكيتد يعني لو هو شوكابل ريزم في تاك او بالسلس، تحديدا بالسلس في تاك او فنتريكولار فايبريليشن ده بيتعمل له شوك. لو كان اسيستولي او كان بالسلس الكتريكال اكتيفيتي ده ما بيتعملوش دي سي شوك. تمام. فاذا ان في حاجتين مهمين، التشيست كومبريشنز والايرلي دي فايبريليشن. فيقول لك ان ايه ايرلي دي فايبريليشن اوف الفي اف از كروشال، يعني امبورتنت، بيكوز الموست فريكوينتلي ويتنس اوت اوف هوسبيتال سادن كارديك اريست از كوزد باي في اف. السرفايفل ديمشز رابيدلي اوفر تايم اند في اف often progresses to assist you over time. يعني من الاخر كده، كل ما عملت دي سي شوك بدري الواحد جاي لك ان في اف ده بيحسن من السرفايفل تشانسز بتاعته. كل دقيقه بتعدي بتقلل السرفايفل وبتورسن البروجنوزس بتاع البيشنت بتاعي. طيب انا دايما اقول ايه؟ هاتوا لي دي فايبريليتور. طب عم اجيبوا الدي فايبريليتور اعمل تشيست كومبريشن.
فيقول لك ايه performing chest compressions while a defibrillator is obtained significantly improve the probability of survival. ده بيحسن من فرص ان هو يعيش. يقول لك ايه when the VF is present for more than a few minutes the myocardium becomes depleted of oxygen and energy substrates. انا قلت لكم هزهقكم من السي بي ار تحديدا للتشست كومبريشن. قال لك السي بي ار بيبروفايد اوكسجين وانرجي نيدد انتل الشوك از ديليفرد. يعني وانا بجهز للديفابريليتور بعمل التشست كومبريشن. مش بس كده قال لك بينكريز لايكلي هود اوف ترمينيشن اوف في اف فروم شوك ديليفري and ROSC اللي هو return of spontaneous circulation if CPR given first. يعني حتى بس طبعا انا في ناس يقول لك ايه ادي الشوك ولا اخرها واعمل CPR. لا انت اعمل CPR يعني chest compression تحديدا لحد ما تجهز الدي سي شوك. فيقول لك ان لو CPR initiated immediately survivor can double او triple at most time interval until defibrillation occur. تمام؟ هي زي ما اتفقنا التشيست كومبريشن دي انت كانك بتشغل الهارت كبامب بايدك. تعمل ستيموليشن للهارت، اشتغل يا هارت. طب الدي سي شوك هو بيصفره زي تي اي داتا كده. اقفل الراوتر وشغله جايز النت يبقى سريع. هي دي نفس الفكره. فانت لما بتدي دي سي شوك الكهرباء اللي بايظه في الهارت دي كانك انت بتوقف الهارت على احتماليه ان هو لما يقف ويشتغل من اول وجديد يشتغل كويس. فهل الدي سي شوك في حد ذاتها هي هتساعد ان الهارت هيبمب؟ هتساعد ان الهارت هيبمب اذا تسببت ان رجع الهارت الريزم بتاعه نورمال وبدا يكونتراكت. لكن الشيست كومبريشن حتى لو الهارت مش شغال مع نفسه انت بتشغله. تمام؟ في نقطه ثانيه يقول لك with any shock delivery chest compression should resume immediately. احنا في الادفانسد كاردك لايف سبورت اللي هيجي بعد كده ان شاء الله هنعرف ان في سيكونس معين. يعني انا مثلا البيشنت بتاعي VF ventricular fibrillation عملت له CPR على ما جهز الدي سي شوك وبعدين رحت عامل له دي سي شوك كهربته يعني من الاخر. بعد ما كهربه فينا طب انا متوقع ان انا بعد ما كهربه ان الريزم اللي هو كان ventricular fibrillation يرجع تاني نورمال ساينس ريزم. فيقول لك ايه طب اوقف واشوف الريزم لا اعمل بعد الشوك مباشره دقيقتين تشيست كومبريشن. هتقولي طب ما هو احتمال كبير ان بعد ما اديت الشوك ان الفي اف رجعت نورمال ساينس ريزم. اقول لك برضو بعدها بعد الشوك اعمل دقيقتين تشيست كومبريشن. شايفين يا جماعه التشيست كومبريشن مهم ازاي؟ فيقول لك ايه with any shock delivery chest compressions should resume immediately and rhythm and or pulse check should be delayed until the end of the next cycle of CPR لان ده بي improve the defibrillation والرست اللي هو return of spontaneous circulation. طيب الجهاز اللي احنا بنكهرب بيه ده ما هو كهرباء بتظبطه على كام؟ هو في منه انواع طبعا في نوع اسمه بايفيزيك ده المشهور قوي والمنتشر وكان زمان في نوع اسمه المونفيزيك. اغلب الاجهزه دلوقتي اسمها بايفيزيك. هتقولي يعني ايه بايفيزيك ومونفيزيك؟ انا والله بعرف دي حاجات في الصناعه نفسها وفي الكهرباء اللي بتطلع صراحه. ف بالنسبه للبايفيزيك بتبتدي ب 200 جول. لو احتاج شوك بعد كده ما انت بتدوش شوك مره واحده، انت ممكن تقعد تدوله شوك اكتر من مره. ما تقللش عن 200، ممكن تزود لكن ما تقللش. تمام؟ طيب في حاجه اسمها الالكترود بليسمنت. يعني انا دلوقتي لما اجي اكهرب العيان او اعمل له دي سي شوك دول احنا اتفقنا ان اسمهم ايه؟ البادلز. ده الاوتوميتد ولا المانيوال؟ لا ده المانيوال، الراجل ماسكه بايديهم. تمام؟
هل لها بوزيشنز؟ قال لك اه، في نوع اسمه انتيرو لاترال. فين الانتيرو؟ اهو قدام اهو على اليمين، ولاترال اهو على اللاترال سايد اهو. وفي نوع تاني اسمه انتيرو بوستيريور. فين الانتيريور؟ اهو انتيريور اهو، انتيريور تحت النبل كده شمال. طب والبوستيريور؟ في احتمال من اتنين، لا اما يبقى ليفت انفراسكابولر على الليفت سايد او رايت انفراسكابولر. يبقى بحط واحد منهم هنا كده انتيريورلي على الشمال تحت النبل مكان الهارت يعني تقريبا، والبوستيريور فين؟ اما تحت الاسكابولا الشمال او تحت الاسكابولا اليمين. لو تحت الاسكابولا الشمال نسميه ليفت انفراسكابولا، لو تحت الاسكابولا اليمين بنسميه رايت انفراسكابولا. تمام، دي الاوضاع الثلاثه مكتوب هنا اربعه، انا مش عارف هو صراحه يعني هم دول الثلاثه بس اللي انا اعرفهم ودول متعرف عليهم، ما اعرفش هو قصده ايه صراحه بالرابع عشان اكون دقيق وامين علميا يعني. اللاترال بادز، عارفين اللاترال بادز اللي هي دي؟ تمام، لازم تكون تحت البريستيشو، ولو واحد هيرسيوت يعني مشعر لازم نعمله شيبنج. لو عندي امبلانتابل كارديوفيتا دي فايبريليتور او بيس ميكر ابعد عنه، ابعد عنه. انا عندي اوضاع كتيره، احنا اتفقنا هذا بوزيشن، هذا بوزيشن اهو مع ليفت، هذا بوزيشن هنا اهو مع رايت. لو عندك ميديكيشن باتش ابعد عنها، هيحصل بيرن. تمام، تعال ناخد بقى ايه البيشنت كيس دي، نقرا السؤال ولا نقرا الاجابات؟ لا نقرا الاجابات. Which is most accurate regarding defibrillation for TV. TV ده اللي هو اسم الراجل يعني. طب انا عرفت ان انا بيتكلم على defibrillation وانا في الامتحان، يبقى انا اساسا في الشابتر بتاع الاكيوت كاردياك كير، لانه جزء في الادفانس كاردياك لايف سبورت. طبعا يا جماعه لما بقول ادفانس كاردياك لايف سبورت، الادفانس كاردياك لايف سبورت شامل البيزك لايف سبورت. تمام؟ حتى هو العنوان عندكم مكتوب ايه؟ ادفانس كاردياك لايف سبورت. اللي هو بدأنا بالبيزك لايف سبورت وبعد كده هنتكلم على الادفانس كاردك لايف سبورت. المهم، طب نشوف الاختيارات. 3 vital actions with VF ventricular fibrillation can lead to increased survival if they occur rapidly. Activate emergency response system طبعا. Provide CPR طبعا. Deliver shock اه. طب ده الاحتمال دي الصح. طب تعال نشوف تاني. TV should not be defibrillated but should be placed based out of the VF if possible because pacing is more effective for pulseless VF. حد سمع ان البيس ميكر بيستعمل في البلسلس VF واحد ارستد؟ نهائي، انا ما قلتش كده، انا قلت اكتيفيت emergency response system اه، نعمل سي بي ار وقلت لكم هزهقكم منه اه، ديليفر شوك اه. طيب يبقى دي غلط. تي في شود not have CPR until the defibrillator is charged. لا، مش احنا قلنا وانا بجهز الديفايبريليتور اعمل CPR chest compression، ولما ادليفر الشوك ما بصش على ريزم ولا بالص، دقيقتين بعد الشوك CPR. بقت غلط، مش هكملها. Alternative treatment such as anti-rhythmics, vasopressor, magnesium should be tried first because there is no time sensitive nature of VF to predict the success of defibrillation. ازاي no time sensitive nature؟ ده احنا قلنا ال early defibrillation مهم جدا، كل ما اخر كل ما فرصة المريض بتاعي ان هو يرجع تاني او يعيش بتتضاءل. يبقى نقدر نقول ان شاء الله ان الاجابة ايه. طيب نقرا السؤال كده. TV ده 72 year old man with a history of chronic liver disease. ماشي. Hypoglycemia and atrial fibrillation. He was admitted to your medical intensive care unit 2 days ago for severe sepsis requiring aggressive fluid resuscitation and intravenous antibiotic.
TV didn't require vasopressor to treat his severe sepsis. انا بقرا دي بسرعه ليه يا جماعه؟ مش مهم، بس هو ولا هيسالني في الهايبوجلايسيميا، ولا هيسالني في الكرونيك ليفر ديزيز، ولا هيسالني في السبسس، لان انا عارف ان انا هتسال في ايه. اصلا انا جاوبت السؤال من غير ما اقرا، انا عارف ان انا هتسال في الديفايبريليشن، وعارف ان هو هيحصل له ارست. يبقى الكلام التفاصيل دي كلها، الراجل تعبان وممكن يحصل له ارست، فحصل له ارست. فحتى وانا بقرا الكلام ده ما ركزش فيه قوي، بس ابقى عارف انا بقرا ايه. يعني on ICU-D3 PV develops VF on telemetry LOC يعني loss of consciousness and become pulseless VF خلاص انتهت. The MICU team on which you are part is summoned for a presumed VF cardiac arrest. خلاص cardiac arrest. Beds are placed on TV by time your team arrived and the rhythm is confirmed to be VF. خلاص واحد arrested with VF which is the most accurate regarding defibrillation for TV. طبعا activate the emergency response system اللي هي رقم ايه. Provide CPR deliver shock. كل حاجة ما قلناش. فالانسر ايه يا جماعة؟ طبعا 3 vital actions with VF aid in survival. Call emergency response system, begin CPR deliver shock. نرجع نقول تاني A chest compressions should be initiated until the defibrillator is ready with charge it and set to deliver a shock because this increases the likelihood of success with defibrillation. تاني قبل ما ادي الدي سي شوك قبلها تشيست كومبريشن، وبعد ما ادي الدي سي شوك ما بصش على ريزم ولا بلس، اعمل 2 مينتس من تشيست كومبريشن ساندوتش. الدي سي شوك في النص، قبليه كومبريشن بعديه كومبريشن. تمام تمام. طبعا احنا كده ايه خلصنا مين؟ ال basic life support, a chain of survival. خدنا ال immediate recognition of sudden cardiac arrest and activation of the emergency response system. دي أول circle. تاني circle بدأنا ال CPR وعرفنا ال compression وال airway وال breathing. واشتغلنا شوية على ال defibrillation. طبعا كده أنا انتهى الديمو. بس طبعا عشان يعني اوضح لحضرتكم شابتر الاكيوت كاردياك كير بيبدا بعد كده يتكلم على الادفانسد كاردياك لايف سبورت تشين اوف سرفايفل اير واي كنترول فنتيليشن مانجمنت اوف كاردياك ارست. دي اشكال الاير واي، ودي حته الكلوكويد بريشر اللي قلت لكم عليها ازاي انها بتوضح الفوكال كوردز زي ما حضرتكم شايفين كده. طبعا هناخدها بالتفصيل. ودي انواع الايرويز سواء كان اوروفارنجيال او نيزوفارنجيال. ده الاندوتراكيال انتوبيشن التكنيك بتاعه بيتعمل ازاي. ودي لارنجيال ماسك ايرواي اللي احنا قلنا عليها، والكومبي تيوب واللارنجيال تيوب. وفي حته مهمه قوي اللي هي الكونتينوس ويف فورم كابنوجرافي، ايه فائدته؟ كل دي حاجات جوه الادفانس كاردياك لايف سبورت. والجزء الاهم هو المانجمنت اوف كاردياك ارست. احنا بنقول في حاجه اسمها شوكابل اللي هو الفي اف والبالسز في تاك، ونان شوكابل اللي هو البي اي اللي هو البالسز الكتريكال اكتيفيتي والاسيستولي، واشكال شكل الفنتريكولار فابريليشن والبالسز في تاك والبالسز الكتريكال اكتيفيتي والاسيستولي بانواعه، والميديكيشنز اللي بنستعملها، والالجوريزم ده انا عامله ايه، السيكونس اللي بنتبعها في حاله في اف او بالسز في تاك، بعمل ايه، امتى سي بي ار، امتى شوك، الكلام اللي احنا اخدناه في البيزك لايف سبورت. طبعا في ادويه بتستعمل زي الابينفرين فازوبريسين اميدارون ليديكين مغنيسيوم سلفيت، وبرده اتكلم شويه على السي بي ار كواليتي، وازاي نمانج حاله بالسلس الكتريكال اكتيفيتي او اسيستولي. ده الادلت كاردياك ارست برده انا اللي عامله ومصممه، طبعا انا مش مخترعه بس انا مرتبه بطريقه تسهل الفهم والحفظ يعني. وبرده بنتكلم على الحاجات اللي احنا مش بنستعملها، ساعات بنلاقي في الترولي كراش صوديوم بايكارب، اللي منكم في شغال في الاي سي يو بيلاقي صوديوم بايكارب ملوش لازمه الصراحه. كالسيوم
أتروبين اتمنع خلاص، كان زمان يا جماعة الأتروبين بيستعمل، وقفوه بعد 2010 وقفوه. وفي حاجة اسمها بوست كاردك أريست كير، يعني بعد ما البيشنت بتاعي يرجع له السيركيوليشن وقلبه يبدأ يضخ، أسيبه وأروح أقول له الحمد لله؟ ده في قصص كتيرة بتتعمل، من أهمها طبعا الثيرابيوتيك هايبوثيرميا، ودي ليها افكت السحر في حاجات كتيرة. طبعا هناخدها باستفاضة وبزيادة إن شاء الله. طبعا أنا في طبعا بعد السيلف اسسمنت والبيشنت كيسز في حوالي 10 ام سي كيو بيغطوا جميع الاسبيكتس بتاعت الادفانس كاردك لايف سبورت كير. بعد كده بيبتدي الهايبرتنسيف كرايسيس، طبعا ده بتكمله معاكم الدكتوره ولاء عوض ان شاء الله، بس في الكورس ان شاء الله مش في الديمو. هنحاول ان احنا نختار الدكتوره ولاء هتختار ديمو مختلف، وان شاء الله زي ما هي قالت لكم بيبقى فيه اتنين من الصيادله المتميزين معانا في الكورس الكريتيكال. برضو هنحاول ننزل لهم ديمو بحيث لما حضرتك تيجي معانا في الكورس وعايز تحضر معانا تبقى عارف مين اللي بيشرح، تبقى على بينه من الاول. تمام. انا ان شاء الله هكون يعني في الكورس ان شاء الله في الشرح هكمل الادفانسد كاردياك لايف سبورت في شابتر الاكيوت كاردياك كير، ده بحكم شغلي وتخصصي وبحكم تخصص الصميم هشرح لحضراتكم التوكسيكولوجي. لو كان في نصيب ممكن برضو نعمل ديمو الموضوع من المواضيع. انا سعيد جدا ان انا كنت مع حضراتكم، واتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا مني ولو شيء بسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.